هنكمل حديث مع حضرتك يا دكتور، ولكن ننتقل للحديث عن ما يتعلق بالمناخ، وهو من الأمور المهمة اللي بتناقشها القمة، والتعامل مع التغيرات المناخية في ظل مواجهة الدول النامية صعوبة في تحمل كلفة ديونها وإيجاد كمان الموارد اللازمة لمشاريع البناء التحتية أو المشاريع المتعلقة بتغير المناخ، وده في آن واحد. فريق الخبراء رفيع المستوى بيقدر المعني أو المعني بالتمويل المستدام، بيقدر حاجات الاستثمار اللازمة لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال للبلدان النامية بما يتراوح بين 2000 مليار و 2800 مليار دولار سنويا، وده بحلول عام 2030. تفاصيل أكثر عن هذا الأمر هنتكلم عنها مع دكتور علي قطب، أستاذ المناخ. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، أهلا بك يا أستاذ يارا وأهلا بضيفك. أهلا بحضرتك، إزاي بتتابع هذه القمة وتأثيرها المستقبلي على ما يتعلق بتغيرات المناخية والدول المتضررة منها؟ الحقيقة أن موضوع المناخ موضوع كبير، ويعني هو محتاج إلى جميع الشراكة الدولية في كافة المحاور، المحاور الاقتصادية، المحاور البيئية، المحاور الصحية، المحاور الزراعية، كل ما يتعلق بالإنسان وكوكب الأرض بيدخل في نطاق المناخ. المناخ بيموت مواطنين سنويا نتيجة للمناخ والتغيرات المناخ قرابة يمكن 3 مليون مواطن على مستوى العالم، معظمهم بيبقى في الدول النامية. وبالتالي المناخ، موضوع المناخ مهم جدا جدا، ان المناخ مش الكلمة وبتنتهي. المناخ له تأثير على المحيطات، المناخ له تأثير على الحياة البرية، المناخ له تأثير على التنوع البيولوجي، المناخ تأثيراته كبيرة. يعني على سبيل المثال، نحن شاهدنا خلال شهر يونيو ما حدث من تغير في المناخ على أرض جمهورية مصر العربية من عاصفة ترابية وأمطار رعدية. هل هذا كان يحدث منذ فترة أو سنين طويلة؟ كان يحدث ولكن لم يحدث خلال شهر يونيو. هذا هو الجديد، أن يحدث في أوقات غير الأوقات المناخية الملائمة والتوزيعات الضغطية الملائمة. وبالتالي هنا التكيف مع المناخ شيء أساسي ومطلوب، والتكيف مع المناخ محتاج تمويل كبير جدا، محتاج التصيغيات، محتاج إلى تكنولوجيا حديثة، محتاج إلى تعاون كبير جدا بين ما أقره صندوق النقد الدولي من خلال مؤتمر COP27. إذن التمويل شيء أساسي جدا جدا لمواجهة المناخ والتغيرات المناخية. دكتور بعتذر على المقاطعة، يعني هذه القمة تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، بنشوف مشاركة مصر، مشاركة عدد من الدول والمنظمات، وكذلك أيضا عدد من رؤساء الدول الإفريقية. حضرتك بتشوف إزاي دي بادرة أو إنها بوابة لحلول مرتقبة، وتوقعات حضرتك للحلول اللي ممكن تخرج عنها؟ بس خلينا أقول لحضرتك، من خلال الشراكات اللي بتتم، هو مهم جدا جدا يبقى في شراكات، والمهم أكتر أن يكون في تنفيذ لهذه الشراكات. ما يبقاش اتفاقات وإصدار لوائح وقوانين من قبل الدول الصناعية الكبرى، من قبل الدول ذات الاقتصاد العالي للدول النامية، والآخر تنتهي بالمطاف إلى شيء بسيط جدا لا يكفي للتنمية المستدامة في دول أفريقيا. احنا طبعا أفريقيا زيها زي أي قارة، ومصر زيها زي أي دولة، في محتاجين تنمية مستدامة. أهداف التنمية المستدامة، المناخ من ضمن أهدافها، البيئة الصحية، الطاقة، ملفات كتيرة جدا جدا محتاجة إلى التمويل. وبالتالي الدول الأفريقية محتاجة إلى تمويل كبير جدا، زي ما أشرت حضرتك بأنها محتاجة سنويا. الموضوع المناخ ده 2800 مليار دولار، يعني ده شيء كبير جدا لا يتوفر لدى هذه الدول. وبالتالي هنا يجب على الدول الصناعية الكبرى اللي هي بتستخدم طاقة وقود أحفوري حتى هذه اللحظة، يعني احنا بنطالب العالم كله بوقف استخدامنا لطاقة الوقود الأحفوري واستخدام طاقة صديقة للبيئة نظيفة، ولكنها ذات تكلفة عالية. فهذه الدول عندها إمكانيات مالية إنها تقدر تتكيف مع المناخ، وعندها الموقع الجغرافي كمان بتاعها بيساهم بشكل كبير جدا
في ان هي ما تتاثرش بنسبه كبيره جدا بالتغير المناخي. لكن لما نيجي لمنطقه افريقيا والوطن العربي وهذه المنطقه من الخطوط المداريه تحديدا والخطوط الاستوائيه هي اكثر الدول تضررا من المناخ والتغيرات المناخيه عندما تحدث ظواهر جويه او كوارث جويه مناخيه نتيجه للتغير المناخي زي الفيضانات والاعاصير و ليس لديه امكانيات لمواجهه مثل هذه الظواهر الجويه. يعني الفارق ما بين دول افريقيا ودول اوروبا ان لديهم امكانيات ماديه وتكنولوجيه تساهم بشكل كبير في الحد من مخاطر المناخ والطقس. لكن في افريقيا لما يجي تسقط امطار وتسبب فيضانات بتغرق البنيه التحتيه اللي هي اصلا متهالكه، فدي محتاجة إلى بنية جديدة، محتاجة إلى تمويل جديد، محتاجة إلى أيضا إمكانيات مادية لمواجهة مثل هذه التغيرات المناخية. الهجرة نفسها، الهجرة بتاعت المواطنين من مناطق إلى مناطق أخرى نتيجة لتغير المناخ بتبقى فيها صعوبة جدا. إن النهاردة أجيب طيارات وأنقل مثلا مليون مواطن من منطقة الكوارث الطبيعية الناتجة عن المناخ إلى مناطق أخرى آمنة، لكن بتبقى في أمريكا وأوروبا والصين عنده إمكانيات مادية وتكنولوجية إنه يقدر ينقل مليون مواطن في خلال ساعات محدودة. إذا هو النهاردة بيأمن على المواطن بتاعه أكثر ما يؤمن على المواطن الأفريقي أو المواطن الآسيوي أو الدول النامية. فهي منظومة كبيرة محتاج إلى الشراكة اللي هي موجودين فيها هذا المؤتمر في روسيا اللي بيحضره السيد رئيس الجمهورية لزيادة التمويل لتنفيذ توصيات مؤتمر كوب 27 اللي هو أوصى بهذا الصندوق، لأن إحنا متضررين. وبعدين الكوارث دي إحنا بنتكلم في كوارث موجودة، فما بال حضرتك إذا استمر هذا الوضع في المناخ والتغيرات المناخية واستخدام الطاقة البدائية أو طاقة الوقود الأحفوري وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وحرق الغابات والتلوث البلاستيكات في المحيطات، سوف يؤدي في القريب ليس البعيد إلى مشاكل أخطر مما لا يتخيله العقل الإنساني. ونقدر نقول يا دكتور إنه هذا هذه القمة ستمهد الطريق لقمم أخرى تساعد في حل هذه المشكلة ومشكلة التمويل وتغير المناخ وما تتعرض له الدول النامية. دكتور علي قطب أستاذ المناخ، أنا أتمنى أن يكون ذلك على فكرة يا أستاذ يارا، أنا أتمنى يكون في تحقيق وتنفيذ لهذه التوصيات، لكن ما أقرأه مما سبق قد يكون بنسبة 20% 30%. على كل حال بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ، شكرا على كل هذه التفاصيل والحديث حول قمة من أجل تمويل مالي جديد والتي تعقد في فرنسا.